السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعاً. اليوم موضوع محاضرتنا بالستيل ستراكشرز مفهوم بلوك شير. نلاحظ إنه في عندي كلمة بلوك يعني معناته جسم، خلينا نحكي أو قطعة، وشير قص، فهذا بدنا نشوف شو المقصود بالقص الحاصل بالمنشآت الفولاذية أو العناصر الفولاذية. بسم الله. مفهوم بلوك شير كمفهوم موجود عندنا بالصورة اللي ظاهرة أمامكم. خلينا نطلع على الشكل قبل ما نقرأ التعريف. في عندي هاي قصة بليت، في عندي هون تنشن منبر، واضح إنه هذا التنشن منبر عبارة عن أنجل. هاي شكل الأنجل، هاي أنا شايف الرجل اللي طالعة لبرا الليج، وهاي عندي الليج المثبتة مع القصة بليت. في عندي ثلاث براغي. مطبق أنا قوة شد تنشن، طبعا هون عشان الإكوليبريم حيكون في تنشن. أثناء عملية الشد ممكن يحصل عندي فشل يختلف عن الفشل اللي تعلمناه سابقا. إحنا كنا نحكي إنه ممكن يصير عندنا فشل إما فراكتشر إن تنشن أو ديو تنشن، أو ممكن يصير عندي ييلد إن تنشن. إما بيصير عندي كسر على المقطع كامل بهذا الشكل، أو يصير في عندي تخصر أو نيكينج على المقطع الجروس. هاي أخذناها على الأريا نت، وهاي أخذناها على الأريا جروس. هذا الفشل اللي إحنا تعلمناه. الشكل الجديد اللي ممكن يحصل عندي واللي بسميه ظاهرة البلوك شير أو مفهوم البلوك شير، أثناء عملية شد التنشن ممبر أو تعرضه لقوة الشد، بيصير عندي تكسر، خلينا نحكي فراكتشر أو تمزق بهذا العنصر، بحيث جزء منه يبقى متصل مع القصة بليت، وهي أنا مهشر عندي، هذا حيبقى متصل مع القصة بليت، وجزء حينفك من القصة بليت. ولأنه زي ما تعلمنا دائما نقطة الكونكشن، نقطة الاتصال، هي أضعف إشي. يعني حكيت لكم بصير عندي الهولز، هاي مفهوم ستريس كونسنتريشن، تركيز للإجهادة. أعيد، أثناء تطبيق قوة تنشن على عنصر إنشائي مصنوع من الفولاذ عند منطقة الكونكشن، سواء كانت بوليتس أو ويلد، يعني نفس الإشي هاي الظاهرة تحدث بالبوليتس والويلدد سكشن، اللي بيحصل كالآتي: بصير عندي تمزق بهذا العنصر الإنشائي بحيث جزء منه يبقى متصل مع القصة بليت، وجزء ينفك عن القصة بليت، يعني زي كأنه المزع مزع، عشان هيك اسمه بلوك شير. وجاي كلمة بلوك إنه في بلوك كامل أو جزء كامل من التنشن ممبر حينقطع، وجزء حيظل مستمر أو مشبوك مع القصة بليت. هذا الجزء اللي مهشر هو اللي صار عليه ظاهرة البلوك شير. فإذا مفهوم البلوك شير for a certain connection configurations، لمقاطع معينة بطريقة اتصال معين، a segment، جزء or block أو قطعة of material at the end of the member. وركز لي على الاند لأن هي عملية الاتصال مع القصة بليت. كان tear out، tear out يعني يتمزق أو ينمزع يعني. فصار عندي زي ما حكيت لكم، تخيلها انت، طبعا لما احنا بنحكي ستيل بنحكي فولاذ، دائما بنتخيل انه صعب انها تنمزع. بسطها، تخيلها ماده اضعف من الستيل، تخيلها ورقه، تخيلها بحيث انك تبسط المفهوم على حالك. اثناء تطبيق قوه الشد بصير عندي انا تمزق، بحيث انه جزء يضل شابك مع القصة بليت وجزء ينفك عنها. طبعا هون راسم لي الجزئين، هذا الجزء الاول اللي انفك عن القصة بليت من التنشن ممبر، وهذا الجزء اللي ظل متصل بالتنشن ممبر. إجا رسم لي الإجهادات وسمى لي الأسطح. هذا السطح سميناه، هاي المسافة سميناها A B، وهاي المسافة سميناها B C عشان نشرح عليها. نلاحظ إنه برضو هاي نفس الإشي هتكون A B. يا جماعة مين المايك مشغله يطفي؟ رجاء أنا عملت لكم ميوت، فأي حدا بيفتح المايك معناته متعمد يعمل إزعاج بالمحاضرة. فإذا أنا مطبق التنشن، إحنا تعلمنا إنه قوة التنشن تنشن تعامد السيرفس، تعامد السطح أو السكشن أو المقطع، بينما الشير فورس توازي السيرفس أو السكشن. فإذا بطلنا على توزيع الإجهادات، هذا المقطع هاي الفورس تعامد فهي تنشن، بينما هذا المقطع عندي الفورس توازي فهي شير. فإذا البلوك شير فيها تنشن وفيها شير. الجزء الموازي للقوة، هاي القوة أنا عندي هاي التنشن فورس وهاي التنشن فورس، الجزء
الموازي للشير فورس بسميه الموازي عفوا للتنشن فورس بسميه خاضع لإجهادات شير أو الشير سيرفس، والجزء العمودي على التنشن فورس حيكون تنشن سيرفس. فلاحظوا عندي هون كتبنا شير وهون كتبنا تنشن، هذا خاضع لإجهادات تنشن وهذا خاضع لإجهادات شير. فالبلوك شير إذا عرفنا منين إجت بلوك لأنه سيجمنت أو جزء من الماتيريال انقطع من المادة أو انمزع منها أو انفصل عنها، وشير لأنه بطل عندي بيور تنشن، بطل فقط عندي أنا تنشن فقط، لا دخل إجهادات جديدة شير بدي أتعامل معها. لغاية الآن حدا عنده سؤال أو استفسار؟ طيب إذا هاي المنطقة المهشرة اللي هي أنا صارت عندي عليها ظاهرة البلوك شير، وزي ما حكينا في عنا السيرفس. لو إجينا نرسمه 3D وجينا نرسم 3D حيكون عندنا بهذا الشكل. هون عندنا هيك. فإذا عندي هاي المساحة مفقودة هون، وهاي المساحة مفقودة نتيجة الهول، وهاي المساحة مفقودة نتيجة الهول. فلما أجي أتعامل مع الشير بدي النت أريا المساحة الصافية، فحتكون هاي المساحة هاي المسافة وهاي المسافة وهاي المسافة مضروبة بالثيكنس. لما اجي اتعامل مع التنشن حتكون هاي المسافه فقط مضروبه بالثيكنس. طبعا لازم اخلي ببالي انه التنشن سيرفيس دائما حيصير عليه فراكتشر، بينما الشير سيرفيس ممكن يصير عليه فراكتشر ممكن يصير عليه ييلد. لغايه الان حدا عنده سؤال او استفسار؟ طبعا هاي صورة من النت بتفرجيني على الأرض الواقع، هاي قصة بليت وهاي تنشن ممبر، هاي قصة بليت وهاي تنشن ممبر. طبعا فرجيني هاي عند البراغي صار عندي هي تمزق المزع السكشن مزع السكشن، فهاي عليها شير وهاي برضو عليها شير. يعني أنا بدي أحسب مساحة الشير حتكون هاي المساحة مع هاي المساحة two surfaces of shear، وهاي مساحة التنشن وهذا صار عليه تنشن، وهذا شكله على أرض الواقع كيف بصير عندي أنا التمزق بالبلوك شير. طيب خلينا نشوف كمان عنا هنا مفرجيني اللي حكيت لكم إياها المودز أوف فيلير اللي هي ممكن تصير إن قصة بليت أو إن تنشن ممبر، فأنا مطلوب مني أدرس الاحتمالات. فإذا البلوك شير إما بتصير بقصة بليت أو بالتنشن ممبر نفسه، فأنا مطلوب مني أدرس الاحتمالين، مطلوب مني أدرس الاحتمالين. خلينا نطلع على قصة بليت، وهي هي هذا التنشن ممبر البليت اللي عندنا، هاي بليت هذه هي عبارة عن التنشن ممبر، وهي قصة بليت. هاي البليت هي التنشن ممبر وهي القصة بليت اللي بنحكي عنها. فأنا ممكن يصير عندي طلعوا التمزق أو المزع بالبليت من تحت من تحتيها، لأنكم متخيلين إنه هذا البليت مركب فوقي عفوا هاي البليت مركبة فوق القصة بليت مثبتهم أنا ببراغ، أو ممكن يصير الفيلير عفوا بالتنشن ممبر. المزع بالقصة بليت حيكون بهذا الاتجاه، يعني جزء من هاي القصة بليت حيظل متصل مع البليت، والمزع بالبليت نفسها لا حيصير بالاتجاه المعاكس هيك. فضروري نرسم عشان نحدد السطوح صح. وانا مفرجيني السطح EFG وهون عندي HIJK ومهشر لي المسافة عشان يفرجيني انه هون صار بلوك شير وهون صار عندي بلوك شير. فهنا بلوك شير إن قصة بليت، بلوك شير إنتنشن ممبر. طبعا لازم أكون عارف إنه D و E و F و G هذول صار عليهم شير، بينما D F هاي صار عليها تنشن. بالمثل H و H I و J K هذول صار عليهم شير، و H J هاي صار عليها تنشن فيلير. هاي التنشن هاي الشير موازي وهاي التنشن معامد، برضو هاي الشير حيكون موازي للسيرفس وهاي التنشن معامد. لغاية الآن حدا عنده سؤال أو استفسار؟ طيب
failures occur when نعم لا 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 هسه بفرجيكي لا يعني والتنشن هذا أنا بهمني فقط المساحة اللي صار عليها الفيلير يعني إحنا بهذا الشكل لو كانت هاي البليت بقية نحاول نرسم رسمة كأنها هيك طيب إحنا صار عندنا هيك المزع هيك تمام أنا شو المساحة اللي مزعت 3D لجوا هاي مع هاي هاي وهاي 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 ما بهمني هاي شو صار عليها تمام فهي حتكون H عفوا IK المتعرضة للتنشن القصة بليت اللي صار انه هيك العكس القصة بليت صار العكس تمام صارت هاي المساحة اللي صار عليها تنشن تمام أنا ما بيهمني هاي شو بصير عليها، أنا بتهمني السطح اللي تعرض للكسر، هذا اللي تعرض للكسر بالقصة بليت، وهذا اللي تعرض للكسر بالقصة بليت. تعرض للكسر معناته الإجهادات تجاوزت المقاومة. فأنا بدي أحسب المقاومة. تمام؟ ونفس الإشي هون الإجهادات تجاوزت المقاومة لهذا السطح هيك وهيك وهيك. تمام؟ تمام طيب احنا حكينا انه حيصير عنا الفيلير اذا متذكرين حكينا عنا حيكون طبعا خلينا نكتبها هيك زي فلو شارت البلوك شير حيكون في عندي سيرفيس للشير وسيرفيس للتنشن صح؟ هذا اتفقنا عليه في جزء حيكون عليه شير وفي جزء حيكون عليه تنشن طبعا حسب المنبر اللي انا عندي ممكن يكون عندي تو سيرفيسز اوف شير أو one service التنشن كمان بالعادة بيكون عندي سطح واحد لكن حسب الارنجمنت للبراغي وحسب شو نوع الممبر هل هو بليت هل هو انجل هل هو سي اي شانل بفرق معي قديه أنا سطح للشير موجود وقديش سطح للتنشن طيب إحنا حكينا حيصير عندي الفيلير بسبب الشير إما بسبب يلد أو بسبب فراكتشر والتنشن دائما حيصير بسبب الفراكتشر طيب احنا اتفقنا انه اللود بيساوي الستريس في الاريا طيب هذا الكلام اتفقنا عليه الستريس عندنا باليلد حيكون قيمته شو سميناها اذا متذكرين اف واي وقيمه الستريس بالفراكتشر بالستيل شو سميناها اف يو هسه صفى بدنا مين الارياز المساحات الاريا ان شير والاريا ان تنشن خلينا نخلص من الاريا انتنشن بالاول المساحة اللي صار عليها فراكتشر هي المساحة الصافية صح؟ دائما احنا اتفقنا انه اليلد بيصير على الجروس اريا والفراكتشر بيصير على النت اريا صح؟ دائما التخصر بيصير على المساحة الاجمالية والكسر بيصير على المساحة الصافية نرجع عندنا تنشن على بسبب فراكتشر فقط بحالة البلوك شير انا بحكي احنا زمان بالتنشن كنا ندرس احتمالين يلد وفراكتشر لكن بالبلوك شير التنشن فقط حيسبب عندي فراكتشر كسر سبب كسر معناته قيمة الاجهادات ايش صارت عندي شو صارت قيمة الاجهادات عندي افيو اشكرك افيو طب شو المساحة هتكون عندي نت اريا عشان اميزها بسميها نت اريا ان تنشن نت اريا ان تنشن فاذا حسميها اذا فراكتشر ان تنشن حيكون عندي اف يو مضروب باريا نت وححط تي ليش حطيت تي تنشن وليش حطينا ان نت فاذا عرفت جزئيه الفورسز اللي حتسبب عندي فراكتشر بالتنشن هي عبارة عن الإجهاد هالفورس أنا بحكي عن فورس حيكون ستريس في أريا الستريس اللي بسبب فراكتشر هو قيمة اف واي معنا غير تو ستريسز يا ييلد يا فراكتشر بحكي فراكتشر معناته باخذ قيمة اف يو
اف الفراكتشر بيصير على المساحه الصافيه ولا المساحه الاجماليه يا ولا؟ بيصير على المساحه الصافيه. المساحه الصافيه لانه هسه صار عندي اكثر من مساحه، صار عندي في مساحات بالشير ومساحات بالتنشن لازم اميزها، بسميها اريا نت انتنشن. فهسه انا عرفت قيمه الفورس اللي حتعمل عندي تمزق بالتنشن سواء بهذا السطح او بهذا السطح، سواء بالبليت او سواء بالقصد بليت. فهسه احنا خلصنا من التنشن. نعم نت او افكتيف نفس الاشي بحالتنا. تمام. طيب هسه بنجي على الشير. الشير حكينا يا بصير تسبب فشل ييلد بالمقطع بالبلوك شير او بتسبب فراكتشر. ييلد معناته ايش؟ بدي اخذ مساحه صافيه ولا مساحه اجماليه؟ اجمل، يعني اريا جروس. عشان اميزها بحط في، دائما احنا تعودنا انه رمز الشير في صح، والتنشن تي. طيب اذا بدي احكي عن الفراكتشر ايش بدها تكون المساحه؟ اريا نت بالشير. تمام، ضل هسه اعرف قيمه الاجهاد وقيمه الاجهاد. بالييلد ايش بدي اضربها؟ باف واي. والفراكتشر ايش بدي اضربها؟ اف يو. لكن هذا الييلد وهذا الفراكتشر سترينث، هذولا انا لما عملت اختبار تنشن بالمختبر بيحكي لي مقاومه المقطع بالشير المسببه عندي ييلد او فراكتشر بتساوي 60% من الالتيميت تنساي ستريسز. فمعناته باخذ 60% من اف واي و60% من اف يو. اعيد، احنا لما طلعنا اول الفصل ورسمنا الستريس ستريين دايجرام للستيل، احنا حكينا هذا انا جبت اليمنت من الستيل طبقت عليه قوه شد لحد ما صار فيه تخثر، وبعد التخثر لما صار فيه كسر، وهي سميتها واحده سميتها اف واي وواحده اف يو. انا هون بحكي عن شير، ما بصير اجي اخذ مقاومه المقطع بالتنشن، باخذ مقاومه المقطع بالشير. بالمختبر وجدنا علاقه بحيث انه شير رابتشر ستريسز اجهادات الشير هي 60% من اجهادات الشد. فباخذ 60% من اف واي، هاي الييلد ان شير، وباخذ 60% بالفراكتشر، هاي الفراكتشر ان شير. تمام؟ لغاية الآن حدا عنده سؤال أو استفسار؟ أنا بفرجيكم منين إجا القانون، أنا ما بحب إنه تحفظه مباشرة، أنا بإمكاننا هسا نروح ونشوف القانون نطبق أرقام، بس الفكرة إنه تفهموا منين إجت هاي القوانين. البلوك شير عندنا تو سيرفيسز او تو سيرفيسز، يا سيرفيس حيكون سيرفيسز حيكون عليهم شير او سيرفيسز حيكون عليهم تنشن بالتزامن. عشان احسب التنشن دائما حيكون عندي كسر بسبب البلوك شير ان تنشن، لكن البلوك شير ان شير ممكن تسوي ييلد او فراكتشر. التنشن احنا عارفين عشان نطلع الفورس مضرب ستريس في الاريا، الستريس ان فراكتشر هو اف يو، والاريا حتكون المساحه الصافيه بالشد. نيجي على الشير، الييلد حيكون المساحة الإجمالية والفراكتشر حيكون المساحة الصافية. بضرب بالإجهاد، قيمة الإجهاد بالشير 60% من إجهاد الشد و 60% من إجهاد الشد. طيب بدي أطلع التوتال سترينث للبلوك شير، بجمع جمع، بجمع مساحة الشير مع مساحة التنشن، أو بمعنى آخر بس بجمع السترينث إن شير مع strength and tension. يعني كان عندي هنا two surfaces، فبطلع لهذا surface in shear و surface in shear وبجمع لهم مع التنشن. كان عندي surface واحد زي قبل شوي للبليت، حيكون عندي سطح للشير وبجمع له سطح in tension. failure occurs by rupture fraction on the shear area and rupture on the tension area. both surfaces shear surface and tension surface contribute to the total strength. الثنتين بيعطوني المقاومة الكلية. من هون اجت عملية الجمع. الثنتين بيعطوني المقاومة الكلية. resistance to block shear، مقاومة المقطع للبلوك شير هي strength of tension surface زائد strength of shear surface أو surfaces حسب. shear rupture stress هو 60% من الـ ultimate stress. خلينا نشوف مع بعض السلايد وراها. nominal strength in shear أخذنا 60% fy وضربناها بالمساحة الصافية ان شير. nominal strength in tension الـ fu في الـ area net in tension.
حسمي البلوك شير ار ان نومينال اقل او تساوي، نختار الاقل لانه احنا دائما بنشتغل على الورست سيناريو. 60% اف يو اريا نت في، هاي شايفينها، هاي يعني ايش؟ فراكتشر ان شير. زدت لها اف يو في اريا نت، هذا التنشن. هاي الليمت الاولى. الليمت الثانيه بدي اعتبر اعتبار انه صار عندي ييلد ان شير اف واي اريا جروس شير ضربت 60% والتنشن ضل زي ما هو. هاي الليمت الثانيه، بحسب القيمه الاولى والقيمه الثانيه وبختار الاقل. نشوف المساحات A N V net area along the shear surface or the surfaces، المساحة الصافية على مستوى الشير، سطح الشير. A N T net area along the tension surface. A gross V gross area along the shear surface or surfaces. فالأصل إنها هيك أنا أحكي R N أقل أو تساوي إنه يكون عندي fracture in shear plus tension أو yield in shear plus tension surface Rn أقل أو تساوي fracture in shear الستريس 60% من Fu، هاي الستريس في الأريا، area gross عفوا area net V fracture، التنشن ثابت Fu في area net tension، yield 60% من Fy لليلد في الأريا gross and shear والتنشن نفس الاشي fracture. تمام، ضربتها بفاكتور وضربتها بفاكتور زي مبدأ ال U factor هسه بنحكي عنه. لغاية الآن حدا عنده سؤال أو استفسار؟ طيب UPS PS يعني جاية من بلوك شير، واحد uniform tension stress لما يكون عندي angle قصت بليت موست كوبد بيم، وهسه بفرجيكم شو الكوبد بيم. نص نوت يونيفورم تنشن اذا كان عندي الاجهادات التنشن مش منتظمه، ولاحظوا انا فقط هو للتنشن سايد ما لي علاقه بالشير، هو فقط مهتم باجهادات التنشن هل هي منتظمه او غير منتظمه، يعني هو زي موضوع الاريا افكتيف بطريقه غير مباشره. روتيشن اوف بلوك از ريكوايرد فور فيلير، بهاي الحاله لازم انا يصير عندي روتيشن دوران بالبلوك عشان يصير عندي فيلير. الفاير ريدكشن فاكتور عشان اطلع ار يو بضرب ب 75%. لغايه الان حد عنده سؤال او استفسار؟ طيب خلينا نشوف الكوبد بيم. الكوبد بيم مثلا عندي هاي اي شيب، هذا اي شيب، هاي فلانج، هذا المستطيل اللي فوق الصغير فلانج، وهاي المستطيل الصغير تحت فلانج، وهاي الويب. هاي عمليه القص عشان الحمها بعنصر ثاني أو أثبتها ببراغي بسميها كوبينج، وهي بسميها كوبد بيم لأني أنا قصيت منها، نشرنا منها، هاي كوبد بيم وهاي كوبد بيم، هذا المقصود بمفهوم الكوبد بيم. لغاية الآن حدا عنده سؤال أو استفسار؟ بيجي سؤال. Compute the block shear strength of the tension member shown. ما طلبني القصة بليت، أعطاني بس tension member، ما ورجاني قصة بليت. The holes are 7 أثمان inch diameter. عندي 7 أثمان، الستيل A 36. مطلوب مني أحسب البلوك شير. مطلوب مني نحسب البلوك شير. مباشرة بجي بحط أنا البلوك شير RN أو phi RN أقل أو تساوي 60% FU area net بالشير زائد UBS مضروبة ب FU area net tension، وهون 60% FY area gross shear زائد UBS FU area net. أعطاني إنه الديامتر للبوليت 7/8 إنش، وأعطاني إنه مستخدم A 36. A 36 مباشرة من التابلز، ما حفوت على التابل، FY و FU FY 36 KSI و FU 58 KSI. إذا عرفت ال FY ال FU ال FY وال FU هذا الموجودين عندي. UBS السكشن عندي أنجل، فال UBS كم بيساوي؟
كم بيساوي؟ واحد. واحد. وما جاب لي سير روتيشن ما روتيشن، فإذا قيمة في اليو بي اس واحد، عرفنا اليو بي اس. هسا شو بدنا نطلع؟ ال اي واحد الاريس. كم اريا عندنا؟ ثلاث. واحنا قلنا هو من قبل شوي معتبرها انها اربعة، بس احنا بنقدر نحكي انها ثلاث. اريا نت بالشير، واريا جروس بالشير، واريا نت اند تنشن. اذا بدكم يعني تطلعوا اريا جروس تنشن تخصموا منها، بس انا هدفي انه فقط التطبيق بالقانون. فاحنا بحاجة اريا نت شير، واريا جروس شير، واريا نت تنشن. طيب قبل ما احدد الارياز لازم درو البلوك شير. ايش حيصير عندنا كسر بهذا الشكل؟ هاي المساحة اللي صار عليها كسر، صح ولا لا؟ يا انتوا لسه بجو عطلة العيد يا انتوا مش فاهمين. طب هذا السيرفس A B C، انا متأكدة انه صح، انا بدي اياكم تآمنوا انه صح، بس يعني اثنين اللي بتفاعلوا معي. طيب سميناها هاي A B C. مين الشير سيرفس؟ A B. ومين التنشن سيرفس؟ B C. شطور. إذا هاي المساحة. طيب هسا بعد ما أجي بدي أحدد أشتغل على الشير. شير areas. Area gross V و area net V. طيب area gross V ايش حتكون؟ length of shear surface مضروب بالثكنس، صح ولا لا؟ طيب طيب كويس، هي عندي انا هيك A B هذا اللينث، وحيكون مضروب بالثكنس لجوا، تمام؟ هذا اللي عليه اجهادات شير لجوا، تخيلتوه؟ طب كم اللينث للشير سيرفيس؟ سيرفيس سكوير سيركل عندي سيرفيس كم؟ وانا بدي كل واحد يحكي لي ليش، اللي بده يجاوب بده يحكي لي ليش. ويا جماعة شوفوا مش تهديد، إذا ما بدكم تتفاعلوا معي بريح راسي، بسجلها قبل بيوم وبنحط بليه وبنشرب كاسة شاي أنا وياكم وبنسمع. سبعة ونص، كيف عملتيها؟ أي المسافة بالضبط؟ ثلاثة وثلاثة وواحد ونص، هيو هذا المسافة هي كاملة، أنا بحكي جروس. فإذا هي حتكون ثلاث زائد ثلاث زائد اللهم صل على سيدنا محمد واحد ونص. طب كم الثيكنس؟ شاطر اسد لي صح صح بيحكي لي الثيكنس. لا هاي اثنين المسافة هيك. ثلاثة على ثمانية الثيكنس للانجل. انا لجوا بدي الليج للانجل، هيك الانجل ما هي. صح ولا لا؟ فانا بدي هذا الثيكنس اللي هو ثلاث اثمان. ثلاث اثمان. فصارت عندي area gross لا شير تطلع معنا 2.813 inch square. للي مش متخيل هاي، انتم متخيلين انه هاي سماكة الليج طالعة لبرا هيك، انت قاعد تطلع front view. هسا احنا صرنا كبار وخريجين، المفروض يعني نقدر نتخيل ثلاث مساقط. الستيل حتعتمد انك تكون ما فاهم رسم، متخيل المساقط عشان تعرف متى تاخذ thickness، متى تاخذ length، متى تاخذ width. بدك تحدد على المقطع، بدك ترسم. يعني شوفوا انا ما راح اقدر اعمل بلوك شير بدون ارسم على المقطع، اتخيل كيف انكسر. لسه جاي علينا شيء اسمه staggered bullets، البراغي اللي جاي على شكل زقزاق. فرجاء يعني اللي عنده مشكله يحاول كل مقطع يرسمه لما يجي يشتغل فيه. يعني أنا شايف هاي لج، هاي السماكة أنا شايفها لج طالعة علي لبرا، شايف بس الثيكنس اللي إلها.
وهاي الليج لما اجيت انا حطيت فيها براغي، هاي حطيت فيها البراغي، فبدي انا الثيكنس. طيب طلعنا اريا جروس للشير، هسه مين نطلع؟ اريا نت للشير. اريا نت للشير كم بتساوي؟ صح. وفي طريقة انه انا عشان اضمن اني ما اخربط، شو ما باخذ؟ نت عشان ما اخربط، length of sheer عشان ما تخربطوا، مضروبة بالثيكنس، يعني اخذ الطول الصافي للشير واضربه بالثيكنس، صح ولا لا؟ شو الطول الصافي للشير؟ يعني ايش بدي اخصم؟ حتكون زي طيب صح، يعني حيكون عندنا هيك، في عندي برغي، في عندي برغي، وفي عندي هون ايش حيكون؟ نص، لانه للسنتر للبرغي حيصير المزع، هيك حيصير، هاي هيك نقص هيك هيك هيك، وعند السنتر بده ينزل هيك، فكم برغي حيكون عندنا؟ 2.5. فإذا إذا هاي المسافة الكلية كم طولها؟ حسبناها قبل شوي، 3 + 3 + 1.5 يعني كم؟ 7.5. وشو بدي أخصم منها؟ كم ديامتر للبوليت؟ 1 2، وهون حيكون عنا 2.5، صح ولا لا؟ بدي أخصم هاي البرغي الأول، ديامتر البرغي الثاني، ونص ديامتر البرغي الأخير. فإذا كيف بدها تصير؟ 7.5 هذا التوتال لينث ناقص عدد البراغي 2.5. البرغي شو قطره؟ 7 أثمان. شو بدي أضيف له؟ شو بدي أضيف له؟ 1.8، كلها بالثيكنس بالضبط. كم الثيكنس عندي؟ كم؟ 3 أثمان. فإذا هذا التوتال لينث انشير، هذا number of bullets، وهذا diameter للبوليت. بتخيلين انها كيف حتنمزع عندي؟ لاني انا لما اخذت المساحة، يا جماعة اطلعوا، لما اخذنا هاي المسافة 7.5 اخذناها لسنتر البرغي، مش اخذناها لاخر البرغي. لو اخذناها، لو احنا بناخذها لاخر البرغي بنخصم برغي كامل، فلكن احنا شو بناخذها للسنتر هذا البرغي، فبنخصم نص برغي. يا رب انها تكون واصلتكم، ضروري ترجعوا تدرسوا الموضوع عشان اذا عندكم سؤال. هاي بتعطينا 1.875 انش سكوير. طلعنا مساحات الشير، شو ضل علينا؟ مساحة ايش؟ التنشن. مين يحكي لي مساحة التنشن؟ اللي هي حتكون 3.8 ثيكنس ضرب كم؟ لا، هذا الاثنين ما صار عليه المزع، ما صار عليه، يعني مش حابة احكي كلمة مزع لانه في ناس يعني دائما، يعني يا رب يدخلك، هاي بتكون دعوة ما بحبها. يعني ما صار عليه التمزق. احنا شو صار عندنا التمزق؟ على ما تبقى من الاثنين. شوف الاثنين وين. طب هاي المسافة كم؟ مين الشاطر يحكي لي؟ 3.5. لا قربتي. بالضبط. اللج كاملة، مش احنا حكينا لازم نكون فاهمين التسمية عشان هي اللي حتساعدنا بالحل. طول اللج الأولى 3.5، طول اللج الثانية 3.5، والسماكة 3 أثمان، معناته كل هاي المسافة هي عبارة عن 3.5، وأخذ لي منها، حدد لي إنه البراغي على مسافة 2، فكم هاي المسافة حتكون؟ 3.5 ناقص 2، فإذا هي عبارة عن thickness ضربناها ب، لسه بس بدنا نخصم منها، 3.5 ناقص 2. المشكلة أن التابلت هذا اللي جبته مش زي اللي كان عندي قبل، القلم بيمسح، ما بيمسح للأسف.
طيب ها نحط قوس أكبر. طيب ناقص كمان إيش؟ هاي المسافة، هاي البرغي وهاي إحنا نص البرغي، نص في 7 أثمان زائد ثمن، عشان إحنا نطلع نت intention وليس gross، فلازم أطلع فراغ البرغي. يعني هيها هون إحنا هاي كلها 3.5 إنش، خصمنا لحد نص البرغي 2، ضل عندي نص البرغي وهاي المسافة. أنا بدي المسافة بدون نص البرغي، بخصم منها كم؟ نص البرغي. كل هذا الطول أنت بتضرب الطول بالثيكنس، الثيكنس من إنها لج عندي أو أنجل 3 أثمان، ثيكنس ضرب لينث إن تنشن، هاي بتطلع معنا قيمتها اريا نت انتنشن 0.375 إنش سكوير. ضل علينا إشي بعد ما طلعت المساحات؟ بس تعويض مباشر. هاي الحل موجود عندنا، بس لأنه الأرقام مش مشروح كيف طلعناها، احنا حبينا نحله مع بعض. أول إشي طلعنا الأريا جروس إن شير، بعدين حكالي أنا عندي 2.5 هول للديامتر، فطلعنا الأريا نت، وبعدين طلعنا الأريا نت إنتنشن. وهون شرح لي يعني ليش النص فاكتور نص، لأنه عندي 1/2 of a hole diameter in the tension section. اليو بي اس زي ما اتفقنا 1 فقط، هسا بدي اتعوض تعويض مباشر بالقيم بالمعادلة الأولى وبالمعادلة الثانية. أنا بحب أكتبهم مع بعض. المعادلة الأولى 60% اف يو 58 اريا نت انشير زائد 1 اف يو في اريا نت انتنشن، طلعت القيمة الأولى. القيمة الثانية 60% اف واي اريا جروس انشير، وهذا الجزء نفس الجزء اللي فوق يو بي اس اف يو اريا نت انتنشن. نختار أي قيمة؟ الأقل. فإذا 82.5. شو الفاكتور عشان هذه عندي نومينال، بدي أحولها لديزاين، شو بضربها؟ ضربناها بفاكتور 75%، فهي البلوك شير سترينث. يعني إذا أنا أعطيته 62 كب حيصير عندي بلوك شير، صح ولا لا؟ أعلى من الديزاين سترينث. أعطاني تشانل، مبين إنها تشانل، هي أنا شايف لج من هون، شايف لج من هون. سي 7 في 9.8 تنشن ممبر إز كونكتد تو 3 أثمان ثيك قصة بليت، أعطاني تفاصيل التنشن ممبر وأعطاني تفاصيل قصة بليت. الإكزامبل اللي قبل ما حتى ما رسم لي قصة بليت، فاشتغلت فقط على التنشن ممبر. بهذا الإكزامبل وبأي سؤال يعطيني تفاصيل الاثنين التنشن ممبر والقصة البليت لزاما وإجباريا، أطلع البلوك شير للتنشن ممبر وأطلع البلوك شير للقصة البليت، لأنه هي احتمالات، إما بيصير الاحتمال بالتنشن ممبر أو بيصير احتمال بالقصة البليت. Both the member and the قصة البليت أعطاني 2 من جريد A 36. Use LRFD وحسب لي البلوك شير سترينث للتنشن ممبر والبلوك شير سترينث للقصة البليت. تمام؟ أنا السي هيك شكلها زي حرف السي، صح؟ ومن هون الكونكشن، هون في برغي وهون في برغي، صح ولا لا؟ هاي بنسميها فلانج برضو، زي كأنها زي مبدأ ال احكوا معي تي تي والآي، وهاي ويب. طيب هذا عندنا السي او الشانل الموجودة عندي. طيب خلينا احنا بحاجة لما نحسب حيصير في عندنا اما بالتنشن ممبر، هيك حيصير الفيلير اذا كان بالتنشن ممبر، هذا بالتنشن ممبر صار التمزق بالتنشن ممبر. اذا بالقصة بليت حيصير بالعكس، هاي القصة بليت هيك هيها، حيصير الفيلير بهذا الشكل الاتجاه المعاكس. فلحسن حظنا المسافة من هون نفس المسافة من هون، ممكن بأسئلة ما تكون نفسها فما يطلع المسافات بالقصة بليت نفس المسافات بالتنشن ممبر، فضروري تنتبهوا لهاي الشغلة، وحنشوف بالإكزامبل. هاي النقطة. نقطة ثانية عشان إحنا بحاجة، نعم في حدا قال مهندسة، بس
هيك يعني، هاي القصة بليت. دقيقة خلينا نعرف شنو قصة بليت لحالها. هم يعني انت متخيلة انه القصة بليت من تحت حتنمزع، هذا فوقيها، انتم متخيلين صح؟ ما هو مشكلة اذا مش متخيل، انا حاولت احط الفيديو عشان تتخيلوا. هاي مثبتة فوق هاي، هاي جاية على هاي، مثبتة ببراغي. هسه ممكن ينمزع عندك التنشن ممبر، وممكن يصير التمزق بالقصة بليت من تحت. فهي هيك حيصير عندنا، هاي القصة بليت، هي عندنا الهولز. هي انا مش حارسم براغي، انا فعليا قاعد ارسم الدريلينج اللي صار بالقصة بليت وين انثقبت، هيك حتنمزع بهذا الشكل. ايش ايش من تحت. من تحت، ما انت بدك يعني زي كانك تفك، انه هم مثبتين براغي، بدك تتخيل حالك زي كانك فكيتهم، او بتتخيل حالك مره بتطلع عليه الرسمه من فوق وبتشوف السي، ومره بتطلع عليه من تحت وتشوف فقط البليت وما بتشوف السي، بتشوف الظهر البليت. هاي الفكره، هاي شغله. شغله ثانيه انه انا لما اجي اتعامل، قبل شوي كان معنا بليت عادي او انجل، طلعنا الثيكنس من الجدول. نفس الاشي هون هسه لما بدنا نجي نعمل ندرس ظاهرة البلوك شير، اما بالشانل او بالقصة بليت، غير اختلاف انه ممكن يصير عندي انه اللينكث بالتنشن او اللينكث بالشير بين القصة بليت اختلف عن التنشن ممبر، شو الاختلاف الثاني الموجود عندي؟ مين يحكي لي؟ مين يحكي لي شو الاختلاف؟ الاثنين من ستيل A 36، فلما اطبق FY و FU نفس الاشي، سواء اشتغلت قصة بليت او تنشن ممبر. واتفقنا بما انه المسافة من هون نفس المسافة من هون، حتكون السيرفس للشير بالقصة بليت نفس السيرفس للشير بالتنشن ممبر، والسيرفس للتنشن بالقصة بليت نفسه للتنشن ممبر. شو الاختلاف اللي حيكون عندي؟ ايش الاختلاف اللي حيكون عندنا؟ اي شباب خبر؟ لا حيكون نفسه، احنا حكينا هيها، هاي حتكون نفسها هاي، لانه الثلاث والثلاث مشتركات بين الاثنين، واحدة حاخذ الواحد ونص من هون، واحدة حاخذ الواحد ونص من هون، صفى اللينكث نفسه. والتنشن ما تبقى من ارتفاع السي، سواء بالقصة بليت أو نفسه، شو الاختلاف؟ والثنتين من نفس جريد الستيل، شو الاختلاف؟ طب ليش يعني أحله مرتين السؤال؟ شو الاختلاف؟ ما حلت المحاضرة غير لما تجاوبوا، يلا أنا ولا أنتوا بدي أشوف، يلا. مين احكي؟ طيب شو الاختلاف بالاريا؟ من اي ناحية؟ يا لهوي يا لهوي، شو الاختلاف؟ ماشي الاريا حتختلف، قاعد احكي لك اللينث نفسه والاريا حتختلف. ايش؟ واخيرا حدا حكاها ثيكنس، بالقصة بليت لها ثيكنس 3/8 الانش، بينما السي كم الثيكنس حيكون؟ نفسه تي دبليو اللي بدي اجيبه من التابلز. قاعدين نحكي لكم اللينكث هيك رايح يساوي اللينكث بهذا الاتجاه، سواء انا قصيت القصة بليت او قصيت التنشن ممبر، ونفس الجريد الستيل. الاختلاف حيكون عندنا بالثيكنس بالحسابات. لما اشتغل لا قصة بليت حعوض الثيكنس كم؟ 3/8. ولما اشتغل لا السي للشانل كم الثيكنس بدي اعوضه؟ اللي نفسها تي ويب، لان الكونكشن بالويب مش بالفلانج. اللي هو لو رحتوا على التابلز، رحنا على التابل، احنا المقطع الموجود عندنا
المقطع الموجود عندنا سي 7 اطلع ثيكنس بناء عليه. لغاية الآن حدا عنده سؤال أو استفسار؟ طبعا هي مفرجيني الرسمة الأولى لما يكون عندنا لما يصير عندنا البلوك شير بالمنبر وهي لما صار عندنا بالقصة تبليت. هذا إن شاء الله حنحله مع بعض المحاضرة الجاي، يا ريت تكونوا مجربين فيه عشان ما ناخذ وقت كثير عشان تفهموا. حدا عنده سؤال أو استفسار؟ هاي عنا المقطع ظاهر الانجل حكالي لق عندي اللق حكالي الانجل هي 3.5 في 3.5 ثلاث اثمان. احنا تعلمنا يا احمد من التسميه انه هاي طول اللق الاولى وهاي طول اللق الثانيه وهاي الثيكنس، يعني لو جيت ارسمها هيك شكلها. هاي اللق كامله طولها 3.5 انش وهاي 3.5 انش، والثيكنس للتو ليجز نفسه اللي هو 3 اثمان. تمام؟ تمام. هسا انت شايف هي عملت لها انا كونكشن، هي بدي هي اتخيلها زي كانها ارسم لك اياها 3 دي. هسا 3 دي هي هيك صح؟ اوكي. هسا هاي اللي فيها الكونكشن، هاي الرجل اللي فيها كونكشن اللي فيها البرغي من هون، هو معطيني ارتفاع البرغي للسنتر 2 انش. لما عملنا بلوك شير صار الكسر بهذا الشكل بمنطقة البراغي. هذا موازي للفورس فهو شير، وهذا عمودي فهو تنشن. أنا بدي هاي المسافة، إذا هاي كلها الليج 3.5 وهاي المسافة 2 فهاي كم؟ فصارت كم؟ 1.5 للتنشن. هيك انت من الامام بتطلع. خلص تمام. هسا اذا بلقي بلا في صور هسا بفرجيكم اياهم. تمام؟ Então...